السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعاً عودة للرسم بالخطوات، لكن من تصميم شخصياتكم. في فيديو اليوم رح نقدم لكم إن شاء الله الشخصية الرائعة، وهي شخصية ليو المصممة من قبل فتاة تدعى هلا. ما بعرف إذا اسمها هلا ولا لا، بس مبين إنه هيك اسمها في الانستا. طبعاً لفتت انتباهي كثير الشخصية، الشخصية كثير حلوة. طبعا انا حابب ارسمها كمان بطريقتي وبالخطوات لكم، وبتمنى كمان انكم تتفاعلوا مع هاي الشخصيه، بالاخص الاولاد. هاي شخصيه ليو كثير حلوه، وان شاء الله يا ربي نتوافق في هاي الصوره. والهدف من هاي القناه ان كمان نطور موهبتكم وننمي قدراتكم العقليه في تاليف المانجا وتاليف القصص اللي بتحبوها. ويلا نبلش في رسم الصوره. طبعا هاي الشخصية هي من قبل مانجا، هي صممتها، هي عملتها، اسمها القصة المصورة. إذا متذكرين روزانا كمان رسمنا لها شخصية، وكمان كثير من الفانز رسم الشخصيات اللي هن رسموا حبوها. خلص يعني سبحان الله، أنت مميز في شيء، في بالمقابل بتفيد غيرك، وهي هي المقالة اللي أنا بحبها بصراحة. ويلا نبلش في رسم شخصية ليو. طبعا أنا بدي أتأمل الصورة، لازم أتأمل الصورة، لأنه بتعرفوا أحياناً رح أغير شوية شغلات في الصورة، مثلاً الوضعية، بس يعني بغض النظر الصورة رح تكون هي نفسها. خلونا نبلش. بسم الله. طبعاً أول شيء هذا الخط الأولي اللي هو خط الحجم الشخصية، أنا كيف بدي إياها تكون بالكراس. تمام، هانا منشوف شو بنعمل. يمكن هانا نطلع دايته هيك، عامل صباعين هيك اشي، يعني عامل هاي علامة النصر. رح ابلش هسا برسم العيون. خلينا نبلش برسم عيونه. هي العين الأولى، هيك بتيجي العين الثانية، بنبعد مسافة أكيد بين العينتين. طبعا الجفن ما بيكون طويل، العيون بيكونن مطاولات بهذا الشكل. الأنف طبعا بيكون نقطة، حاجبين بهاي الطريقة. طبعا أكيد في هنا خط أولي بيكون، أنا ما رسمته متأسفة. بس معلش، المهم إن نضبط العيون، أنا لأني أنا متعودة أرسم من دون الخطوط الأولية. تمام، هنا هيك في ناب اسنانه بهذا الشكل، وهنا شفة. هسا الوجه، خلينا نقول طبعا هو رح يتغطى معظمه بالشعر، رح يكون برسم الوجه بهذا الشكل، وجهه عريض مربع. نرفع له رمشة بهذا الشكل، لا من دون الرمشة، عادة الأولاد لما نعملهم رموش ببينوا زي البنات. بس بنكثف خط الأيلاينر هيك من فوق بهذا الشكل. هسا رح نكون برسم الشعر. طبعا الشعر هيك دائما بيكون قريب من العين، من هان لهان.
نيجي الاتجاه الثاني. طبعا هي الشخصية الوجه، رسمة الوجه كثير سهلة. طبعا الأذنين مش رح يبينوا، نعمل خط هيك بهذا الشكل، نجيب الشعر في طعجة لشعره هيك بتيجي. الاتجاه الثاني هسا بنرفع طبعا شعره كثيف، نرفع خط الشعر بهذا الشكل، بهوده بهي الطريقة. بطوله هذا الشكل. ممكن اعرض شوي من الراس. نيجي للاتجاه الثاني. نعمل خط الرقبة بهذا الشكل. نعمل خصل الشعر بهذا الشكل. طبعا من هان نقطع اللي هو شوية هان، هيك بنقطع نجيب خط البلوزة بهذا الشكل. هيك بتعملي خط البلوزة. شوفي يا هلوش، بتهودي الخط هيك، هيك بتعمليه مشان تبرزي خط البلوزة اللي لابسها هذا الشكل. هنا خط الأكتاف بيجي، بهود كتف هيك للأسفل. هسا هنا بدنا نبين ايديه الثنتين. هسا هاي الايد مثلا ضاممها هيك اللي من هذا الاتجاه. شوفي كيف بنعمل طريقة ضم الايدين. بدي اعمل خط سكتش اولي للايدين بهذا الشكل، او فيني ارفع ايده شوي لفوق عشان نحقق المميز كمان في هاي الشخصية انها لابسة مصبعنيات. يلا هالكاتب بدك تتعلمي كيف رسم الايدين، انتبهي. طب شوفي كيف الأول بعمل خط أولي بهذا الشكل، هيك بطعجه وهيك. هسا ببلش أرسم في تفاصيل الإيد. شوفي كيف، ها هاي الإصبع الأول، هاي الإصبع الثاني، هاي الإصبع الثالث، هاي الإصبع الرابع بهذا الشكل، وبطعجه هيك. من هنا هيك رح يكون، من هان بهذا الشكل. طبعا هنا هذا اصبع الابهام بهذا الشكل بيجي، انه هيك ماسك انه ضامم ايده بهذا الشكل. طبعا هيك انا رفعت شوي بس من الاصابع. لابس مصبعنيات بهذا الشكل. من هنا هسا ايده بتبين، هودها للاسفل. هي رافع هاي الايد. هسا الايد اللي في الاتجاه الثاني كمان رح ارفعها، انه عامل مثلا اشارة النصر في ايده، او خلينا نفكر مثلا في طريقة. تمام، خلينا نرسم الايد الثانية. من هنا نبلشها، طبعا مش من هذا الخط الاول، هاي الخطوط الاولية سبق ذكرت انها مش دقيقة معنا كثير. بيعمل هيك خط دائرة بهذا الشكل، خط دائرة اللي هو الخط الأولي اللي رح أبلش فيه برسم الإيد. الخط الثاني من هنا رح أرفعه بهذا الشكل هيك. بعدين هسا من هنا إصبع الإبهام بيجي بهذا الاتجاه، لأنه اتجاه إيده علينا
هاي الخطوط الأولية للأصابع. طبعا هنا 1 2 3 4 بهذا الشكل. هذول الإصبعين بيكون رافعهن لفوق. هاي في مفصلين لكل إصبع. هان هذا الإصبع أقصر مثلا، هيك بيجي هذا الإصبع طويل. هذول الإصبعين بيجين هيك مهودات للأسفل بهذا الشكل. هذا الخط الأولي للإيد. طبعا الإشي بخربش قدامكم، بس شوفوا أنا كيف رح أرسمه، هاي التفاصيل كيف رح تساعدني. هاي إصبع الإبهام، شايفين كيف إصبع الإبهام. هسا بدنا ننتقل للإصبع اللي فوق. هاي 1 2 لهان بكفي. هذا الإصبع بهوضه بهذا الشكل، بطعة جخرة طعجة بهذا الشكل. برفع كمان إصبع هذا بهوضه هيك للأسفل. هسا هذول الأصابع مهودات لتحت، يعني بعمل هيك وبعمل هيك. من هان برسم الإصبع هيك، من هذا الإصبع الصغير بيجي هان، من هنا هيك بفرد شوي. طبعا هذا الإصبع في اتجاهنا، والإيد إيده هنا بتبين إنها أقرب شوي. طبعا من هنا قميصه بيكون مفتوح بهذا الشكل، هود هيك. من هنا بلوزته بيكون بهذا الشكل. أنا شوي هيك من عظمة الصدر منبين من هان. تمام، هيك الشخصية ارتسمت معانا. ضل آخر شيء عنا، طبعا شعره هو بيكون لونه أسود، كله رح يتخطط. هسا في هنا عنا في زي أشياء على وجهه هيك زي النمر، واحدة هيك وواحدة هيك بنرسم هذا الشكل. حابب إذا مثلا حابب، أنا مثلا عملت عيونه بهذا الشكل، بقدر مثلا أكبر عيونه شوي، اللي بده يكبر عيونه اللي بده يصغرهن، يعني هاي بالتالي الشخصية مصممة يعني. بقدر الواحد يكبر عدسة العين بهذا الشكل مثلا، يعملها تكون أكبر شوي، تصير حجمها زي. تمام، هيك قمت برسم الشخصية. هسا رح أقوم بتخطيطها بأقلام التخطيط، ونشوف كيف النتيجة النهائية بالتخطيط رح تكون. طبعا أنا رح أستخدم 0.6 اللي هو هذا الأخمل بدرجة قلم تخطيط للعيون، وباقي الصورة رح أخططها في 0.4، وإذا اضطر الوضع بستخدم 0.1، فيش مشكلة. ورح أقوم بتخطيط الصورة مشان الوقت، وأحكي تسريع.